بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أبارك لكم أيها الأخوة الأعزاء المؤمنون ذكرى ولادة بطلة كربلاء سيدتنا ومولاتنا زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله عز وجل بحق هذه المناسبة العظيمة الميمونة أن يفرج عن جميع المؤمنين والمستضعفين والمظلومين، لا سيما شيعة أمير المؤمنين في سوريا وفي البحرين وفي كل بقعة من بقاع العالم، وأن تنكشف هذه الغمة ونوفق لزيارتها صلوات الله وسلامه عليها. حديثي ضمن نقاط سريعة إن شاء الله. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، عندما نريد أن نتحدث عنها وعن شخصيتها فالحديث عنها حديث عن الكمالات التي يطمح إليها كل إنسان راغب في الوصول إلى الكمالات والروحانيات المعنوية. زينب صلوات الله وسلامه عليها التي قد بلغت وفاقت جميع الكمالات التي يمكن للإنسان أن يصل إليها، قد بلغتها ووصلت إليها عقيلة بن هاشم. في الحديث المعروف عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أول العلم أو أول الأمر معرفة الجبار، وآخره تفويض الأمر إليه. المقامات المعنوية والمقامات الروحية التي يسلكها الإنسان ويصل إليها أو يريد الوصول إليها هي مقامات متدرجة، لا يمكن أن يصل إلى المقام المعنوي الثالث قبل أن يجتاز المقام الأول والثاني، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى المقام العاشر من هذه المقامات الروحية والمعنوية قبل أن يمر بالمقامات الأولية. فمن يريد أن يصل إلى مقام الرضا والتسليم والذي هو أعلى المقامات التي من خلالها يتحقق الإنسان بكل الأبعاد المعنوية والروحية، لا يمكن أن يصل إلى هذا المقام دون أن يطوي المقامات السابقة والمتقدمة عليه. وأول هذه المقامات كما يشير إليها حديث مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: أول الأمر معرفة الجبار، وآخره تفويض أو تسليم الأمر إليه. عندما نريد أن نبحث عن مصداق هذا الحديث الذي يعكس سلسلة هذه المقامات، نجد أن السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها هي المصداق الواضح والمصداق الجلي، لأنها وصلت إلى مقام التسليم ومقام الرضا. وهذا ما عكسته كلمتها عندما سألها الطاغية بن زياد: ماذا رأيت صنع الله بأخيك وبالعتاة المرد من أهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة. هذا مقام التسليم الذي هو أعلى المقامات.
لم ينقل لنا التاريخ الذي اختص وسلط الضوء على واقعة كربلاء وتابع أحداث كربلاء في أدق دقائقها. تاريخ كربلاء تابع قضية كربلاء في أدق ماذا؟ دقائقها وفي أدق تفصيلاتها تابع واقعة كربلاء، ولكن لم نجد أن التاريخ قد نقل لنا ما يدل على دخول ضعف أو وهن أو صدور كلمة أو سلوك عن السيدة زينب سلام الله عليها ينم عن عدم تسليمها، بل كل ما رافقها من أحداث وما شاهدته وما عاينته وهي أحداث ممضة ومؤلمة وموجعة للقلب، كلها تدلل على رضاها وتسليمها لله سبحانه وتعالى. قوم كتب الله عليهم القتال وسوف تحشر وتساءل، وهكذا في كل هذه المواقف التي أراد ابن زياد أو يزيد أو غيره من الطغاة الذين حاولوا أن يسجلوا على السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها كلمة أو موقفا ينم عن عدم تسليم أو عن عدم رضا، لم ينقل لنا التاريخ كما قلت على متابعته وعلى مواكبته لكل أحداث كربلاء منذ خروج الحسين سلام الله عليه من المدينة إلى مصرعه إلى أسرهم صلوات الله وسلامه عليهم إلى عودتهم إلى المدينة، لم يكن هناك غير الرضا والتسليم. فهذا المقام الذي يصل إليه الإنسان وهو مقام التسليم لا يمكن كما قلت ابتداء أن يصل الإنسان إلى هذا المقام من دون أن يطوي المقامات المتقدمة عليه، أيا كانت هذه المقامات التي يذكرها العرفاء وأهل العلم الباطن والمعرفة، هي 20 مقام 30 مقام أيا كانت هذه المقامات. فالسيدة زينب عندما عكست لنا هذا الموقف وهذه المواقف المتعددة من التسليم والرضا بقضاء الله وقدره على كل تلك المصائب التي لازمتها وشاهدتها ولاحقتها طوال حياتها من فقد الأحبة والأعزة وما جرى عليها من المصائب، دلل على أنها كل هذه المقامات التي يصل إليها الإنسان قد اجتازتها السيدة زينب صلاة الله وسلامه عليها ووصلت إلى أعلى مقامات المعرفة والمعنوية وهو مقام التسليم. أول الأمر معرفة الجبار وآخر الأمر تسليم وآخره تسليم الأمر إليه، فمعناه أنها قد انطوت على مقام المعرفة بالله سبحانه وتعالى بالمبدأ جل وعلا إلى آخر مقام من هذه المقامات المعنوية والمعرفية وهو مقام التسليم. فأي موقع احتلته هذه السيدة الجليلة وأي نموذج تقدمه السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه للنساء والرجال، بهذا نستطيع أن نقول أن السيدة زينب تكون تالي تلو السيدة الزهراء على الإطلاق، وليس هذا يعني مجازفة أو مغالاة، لأنه كما قلت أن أعلى مقام يصل إليه الإنسان العارف السالك إلى الله عز وجل هو مقام التسليم، وقد دللت سيرتها صلوات الله وسلامه عليها على وصولها إلى هذا المقام، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا المقام دون أن يجتاز سائر المقامات، فمعناه أنها قد حوت كل هذه المقامات الروحية والمعنوية، فأي فضل حازته صلوات الله وسلامه عليها. وأما حديث الذي يرويه البعض بلغ من الرجال كثير ولم يبلغ من النساء إلا 4، فليس المقصود به تفضيل سائر
النساء ما عدا السيدة الزهراء سلام الله عليها على السيدة زينب، لا، وإنما تلك النساء بلحاظ عالم زمانهن ووقتهن. وهذا ما دلل عليه الحديث الآخر الذي يرويه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاطب الزهراء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الزهراء فقال: أنت سيدة نساء العالمين، أنت سيدة نساء العالمين. أما الزهراء في الرواية أو عائشة قالت ومريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران أيضا سيدة نساء العالمين، فقال النبي صلى الله عليه وآله: تلك سيدة نساء عالمها، ديك سيدة نساء عالمها، أما أنت فسيدة نساء العالمين على الإطلاق. ومعناه أن من ذكرن في الحديث من آسيه بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد فهن سيدات لعالمهن فقط، وأما السيدة زينب فهي تأتي في المرحلة التالية بعد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث حولها بعد هذه الإلمامة السريعة بفضيلة من فضائل السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وهي بلوغها المقامات المعنوية والروحية، أذكر ما خصصت له الكلمة وهي العفة وتحديات العصر. أولاً أذكر ثلاث روايات تيمناً وتبركاً بأهمية هذه المفردة والقيمة الأخلاقية والمعنوية في منظومة الأخلاق ومنظومة القيم الدينية، وبعد ذلك أعقب عليها بشيء من الحديث. الحديث الأول الذي وددت أن أتيمن بذكره عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: أفضل العبادة العفاف. حديث يرويه الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مفاده أن عندما نريد أن نبين مفاضلة بين مفردات القيم ومفردات العبادة فإن العفة تأتي في أول هذه الفضائل القيمية والعبادية، أفضل العبادة العفاف. الحديث الثاني عن أبي بصير قال: رجل لأبي جعفر: إني ضعيف العمل قليل الصيام، ولكني أرجو أن لا آكل إلا حلالا. قال: فقال له: وأي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج. شخص يقول له الإمام الصادق: أنا في مسألة العبادة والصلاة والصيام والقرآن والمستحبات إنسان ما عندي شيء يذكر، ضعيف العمل قليل الصيام، لكن عندي شيء معاهد لها سبحانه وتعالى على أن لا أكل إلا ماذا؟ حلالا. الإمام شوف جوابه، المسألة مو كثرة صلاة وصيام وقراءة قرآن ونكثر في برنامجنا اليومي من هذه المفردات، لكن نغفل عن جانب ماذا؟ آخر. الإمام قال: وأي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج. هذا الإنسان لما يؤالي على نفسه أن لا يأكل إلا حلالا هذا هو هي العبادة، هذا هو الاجتهاد. ليس الاجتهاد أن لا تفوته صلاة ليل في ليلة واحدة، ليس كثرة الاجتهاد بالحرص على ختم القرآن وإن كان له هذا أهمية، ليس كثرة الاجتهاد بالحرص على أن يلتزم الإنسان بقراءة زيارة عاشوراء الشريفة أو بغيرها من الزيارات والأعمال، إنما الاجتهاد أن يحرص الإنسان كل الحرص على أن لا يدخل في جوفه إلا ماذا؟ حلال. البعض مع الأسف يعيش هي الازدواجية، لا يفارق القرآن، يكثر ماذا؟ من الصلاة والصيام والدعاء، ولكن يعيش مفارقة فجة، تجده لا يبالي
في الشبهات ويقتحم المحرمات. شبهة ما يبالبها، تقول له هذا عملك في شبهة، لا يخلو من شبهة، عمل في البنك قسم الربويات حرام، يقول له شلون يعني أنا دارس وتاعب إلى آخره وهذه وظيفة، ومن يقول أنني ألقى ماذا وظيفة، ويصر على أن يقوم بهذا العمل الذي هو مورد إشكال شرعي ويؤكل أهله وعياله ونفسه ولا يبالي، مع أنه ما يتخلف عن الحضور في المساجد، ما يتخلف ماذا عن الحضور في الجماعات، لا تفوته فريضة، لكن ما يبالي يقول له. أو شخص يروح يعمل في فندق، هذا الفندق موبوء بؤرة فساد، يعمل في الفندق، تقول له هذا عمل في شبهة، هذا اللقمة التي تحصل عليها من هذا الأجر فيه شبهة، لكن لا يبالي، ويظن أن التدين والالتزام هو عندما لا يتخلف عن الحضور في الجمعة والجماعة ولا تفوته فريضة ولا نافلة، يحرص على زيارة الأربعين وزيارة عاشوراء وإلى آخره، لكن لا يبالي في لقمة العيش. الإمام يريد أن يلفت نظرنا إلى أن أفضل الاجتهاد وأشد الاجتهاد أن يحرص الإنسان على أن لا يأكل ولا يؤكل من يعيلهم إلا ماذا حلالا، وأي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج. حديث آخر أذكره وأختم هذه النقطة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أخافهن بعدي على أمتي: الضلال بعد المعرفة، ومضلات الفتن، وشهوات البطن والفرج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من موقع كونه الحريص على استقامة هذه الأمة، من موقع مسؤوليته وحرصه على أن تلتزم هذه الأمة بالهدى الذي جاء به، في كثير من الأحاديث يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور مستقبلية: أخوف ما أخاف على أمتي الحرص وطول الأمل، وإلى آخره. ليش؟ لأن هذا هو موقع المسؤولية والحرص على استقامة الأمة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ثلاث أنا أخشاها: الضلال بعد المعرفة، إنسان بعد أن من الله عليه بالمعرفة وإذا هو يضل، هذه واقعة يعني موجودة ومستمرة. هناك من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول حق من عند الله بعدين ينكر نبوته، أو سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينص على علي بالإمامة والخلافة في أكثر من موقع وأكثر من موطن، ثم بعد ذلك يتنكر لهذه النصوص يقول: لا، النبي ما أوصى والنبي ترك الأمة بلا وصية. هذه ماذا؟ ضلال بعد المعرفة. إنسان يأتي إلى الحوزة ويبقى فيها فترة يستقي من علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بدل من أن يعمق الإيمان في نفوس الناس، بدل أن يشد الناس إلى معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وإلى علومهم، وإذا هو ماذا؟ ينشر التشكيكات وينشر ماذا؟ الشبهات، ويظن أن هذا هو المسؤولية، هذا هو الضلال بعد المعرفة. هذا أمر واحد. مضلات الفتن، الفتن كلها ماذا؟ ما فيها استثناء، كل إنسان معرض ماذا؟ للفتنة في المال وفي الولد وفي غيرها، لكن مضلات الفتن خطيرة أيها الأخوة، جدا خطيرة مضلات الفتن. ولذلك هذا الحديث دائما، أو هذا الدعاء دائما إنسان يقرأه ويدعو به: أعوذ بك من مضلات الفتن. ليش؟ لأن إنسان قد يسقط في فتنة المال، يجتاز فتنة المرض وفتنة الفقر وفتنة، لكن فتنة المال يسقط فيها. آخر لا، يجتاز فتنة المال وفتنة الفقر، لكن فتنة النساء يسقط فيها. آخر
يجتاز فتنة المال وفتنة النساء وفتنة الفقر، لكن يقع في فتنة الجاه وحب الشهرة، يسقط في هذه الفتنة، هذه مضلات الفتن. يهلك إنسان لأنه سقط في امتحان وفي فتنة الجاه وفتنة حب الشهرة والظهور. إنسان قد يجتاز هذه الأمور، فتنة المال وفتنة النساء وفتنة الفقر وفتنة الجاه والمال، لكنه يسقط في فتنة الأنا ويرى أنه هو هو وهكذا. هذه فتن ما منا إلا ويتعرض لها، لا يوجد استثناء، ليس هناك استثناء من هذه السنة الإلهية، مضلات الفتن. لكن شلون الإنسان يعرف أن هذه مضلات الفتن؟ هي امتحان، مثل لا أريد أن أطيل عندها النقطة، مثل إنسان يوجه لامتحان، الممتحن يعرف في وين نقطة ضعفه، فهني يمتحنه في نقطة ماذا؟ ضعفه. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتوسل ويدعو الله عز وجل بلسان صادق أن يعيده من مضلات الفتن. ثم يقول: وشهوة البطن والفرج، هذه من الأمور المخيفة. كم من إنسان باع دينه في مقابل ماذا؟ شهوة بطن. كم من إنسان لهث وسقط في مقابل شهوة الفرج. التاريخ مليء والأحداث ماذا؟ مليئة. إذن مسألة العفة مسألة مهمة، هي سياج ترى أيها الأخوة لاستقامة الإنسان وحصانة الإنسان، ولا ينبغي لنا أن نقلل من قيمة هذا المبدأ الأخلاقي القيمي الروحي، وعلينا أن نسعى للتحلي بهذه القيمة المعرفية المعنوية وهي قيمة العفة. النقطة الثالثة، احنا لما نتحدث عن العفة مو فقط نريد نتحدث عن العفة فيما يرتبط بحجاب النساء وسلوكيات النساء. هذا احنا مشكلتنا ايها الأخوة، اننا دائما يعني اما ان نضيق المفاهيم ونحددها، مثل انسان يحدد الصدقة دائما ب الفلس اللي يدفعه، ما يدري أن هناك نماذج ومصاديق للصدقة عليه أن يهتم بها كما يهتم بصدقة الدرهم، إدخال السرور، تفريج الكربة، السعي لقضاء الحاجة إلى آخره مما ورد في الروايات. هذه كلها صدقة، لكن احنا نجي نضيق هذا المفهوم ونقول أن الصدقة فقط أنا ما أطلع الدينار وأخليه في الحصالة أو أعطي الفقير، هي هذه الصدقة. قد إنسان ما يسوي هذه الصدقة، لكنه ماذا؟ عندما يسمع عن شخص مهموم ومحزون يسعى إلى ماذا؟ أن يدخل البهجة والفرحة والسرور في قلبه، وهذه هي في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد تكون أكثر أثرا من الصدقة المادية. العفة أيها الأخوة مو مقتصرة على جانب النساء، وإن كان هناك مع الأسف اليوم نشهد تراجع في نموذج الحجاب، نموذج الحجاب الآن ماذا نشهد له؟ تراجع واسع، ومع الأسف ما نشهده من تأثر بالموضات، حتى الحجاب أردنا أن ندخله ضمن الموضات، مو هالشكل؟ هذا تراجع في الحجاب النموذجي الشرعي. الحجاب النموذجي الشرعي مو قابل للموضة، مثل الصلاة، الصلاة اليوم تقدر أن يعني تدخل فيها الموضة وتدخل فيها حداثة ولا آخره، تقول اليوم بركع بركوع شكل، هذه أمر عبادي ثابت، ما يمكن أنه ماذا يدخل عليه التطور. الحجاب أيضا أمر عبادي، ما يمكن أن احنا ماذا ندخل فيه الموضة، لكن مع الأسف احنا صرنا هالشكل، الموضة دخلناها في الحجاب وتأثرت عفة النساء بهذه الموضات. غرضي أننا لما نريد نتحدث عن العفة أيها الأخوة مو فقط العفة بالنسبة إلى النساء وما يتعلق بحجابهن وحيائهن، لا، حتى الرجل مطلوب منه العفة اليوم مع الأسف. كما أن هناك تراجع
على مستوى العفة في الحجاب والحياء عند النساء، هناك أيضا تراجع على مسار العفة ومستوى العفة عند الرجال. كم من الرجال من لا يتورع من ملاحقة النساء بنظراته؟ خلت امرأة كانت متحجبة حجاب أو غير حجاب، ظاهر مفاتنها، من منا من تعف ماذا عينه أو يعف نظره، تشوف يلاحقها بنظراته، هذا تراجع على مستوى العفة. كم من الرجال مع الأسف، وهذه مسألة مؤلمة، من يلاحق ويتابع ويشاهد المواقع الإباحية الصارخة الفاضحة من الرجال. تأتينا الكثير من القضايا، كثير من المشاكل الزوجية اللي تجي ونسمع بها أو التي تأتي إلينا، المرأة تعاني من هذه المشكلة، أن الزوج لا يشعرها بأنها زوجة له، ولا يشعرها بأنها أنثى بجنبه، ولكن طوال الليل مع ماذا؟ التلفون وغير التلفون، هي المواقع الإباحية. هذا مو تراجع على مستوى العفة عند الرجال؟ كم من الرجال يهمل دور الأبوي في البيت، لا يعرف إلا العمل والسهر خارج البيت والسفرات، كثير ترى كثير من الرجال أيضا هذا الشيء، وهو أنه لا يعرف إلا العمل، يطلع من الصبح يرجع الساعة 8:30 و9 وكأنما الدنيا فقط كلها ماذا؟ عمل، وبيته وأسرته وزوجته وبناته وأولاده ليس لهم نصيب من وقته، وإذا جاء تعبان قعد على الكنف أمام التلفزيون، تعشى لو ما تعشى ونخر، مو هالشكل، وما يدري بعد شنو هذه بنته، شنو وين رايحة، وين جاية، شنو هو وضعها في المدرسة، شنو صداقاتها، ما يدري. ليش؟ لأنها بعد صاير ماذا؟ آلك هالشكل، يطلع من الصبح للعمل يرجع 8:30، لو تقول لي أنت ليش شوي، يقول بعد هذه لقمة العيش والرزق وتريدون. هي الموجودة مشكلة عندنا اليوم، ولكن يهمل مراقبة ابنته وبناته وخواته، ما يتحدث لهم عن مسألة الحجاب، أليس هذا تراجع على مستوى العفة عند الرجال؟ هل هذا هو من العفة؟ يعني لما نتكلم عن العفة فقط مسألة الزنا والعياذ بالله؟ لا، قلما من الناس من يزني الفاحشة، لكن هناك مستوى العفة، لها مستويات، والمطلوب لما الروايات تتحدث أفضل العبادة العفاف، مو فقط عن الزنا، عن كل ما يؤثر ويؤدي وينتهي بنا إلى هذه الحالة، سواء كنا رجالا أو كنا نساء. وعندما نريد أن نتحدث عن العفة أيها الأخوة، لا يعني فقط أن هي العفة مختصة بالنساء، صار هالشكل في ذهننا، لما نتكلم عن العفة ويطرح عنوان العفة يظن أن العفة يعني هذا الرجل، رجل الدين، أو أنه هذا العالم، أو أن هذا الخطيب يتكلم عن الحجاب والتبرج وظهور النساء متعطرات وتراجع نموذج الحجاب الشرعي وهكذا، صار عندنا هالشكل. لكن من يتبادر إلى ذهنه من عنوان العفة متابعة الرجال للمواقع الإباحية؟ من منا يتبادر إلى ذهنه عندما نتحدث عن العفاف مسؤولية ودور الأب الأسري في الحفاظ على حجاب بناته وعلى عفتهن، ليس هذا من عفة الرجل؟ من منا يتبادر اليوم؟ مع الأسف هكذا بعض الشباب، بعض الناس، هاي مشاكل طاجة بواقعنا، وين قال طالع دبي 2-3، رجع اتصلوا بشيل خلنا نروح السعودية 2، رجع اتصلوا وهكذا العراق وهكذا، والأسرة متروكة، هذه المرأة صارت ماذا؟ تتحمل أكثر من دور، أكثر من مسؤولية، مسؤوليتها تودي الأولاد الأولاد في المدارس، والأم هم موجودة عندها سيارة، ما الشكل، هي تروح تودي الأولاد المدارس، هي تتابعهم، هي تلاحقهم، هي تذهب حتى إلى شراء الخبز والبرادة. وبعد ذلك نريد نطالب من نسائنا ألا تحتك بالرجال،
مو خير للنساء أن لا ترى الرجال ولا الرجال تراها، هي قيمة معنوية، لكن اليوم إحنا مع الأسف قللنا من شأنها ورميناها وقلنا لا هذه من الموضوعات بعد، عن هذه من القيم الدينية ترى، ولكن إحنا أسقطناها وخلينا المرأة، يعني اضطرت المرأة إلى هذا الأسلوب واضطررناها نتيجة السياسة الخاطئة أو السلوك الخاطئ الذي نمارسه كرجال أنها تروح هي إلى البراد وإلى الملحمة وإلى الخباز وإلى 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 أتراث وهذا، والزوج ماذا يروح يعمل يجيب الراتب وينتهي، صارت فترة عطلة قال أسافر ويا الشباب الشلة. وأهلك وإسرتك أليس توفير الجو الأسري الحميم هو من العفاف من وسائل وأساليب تهيئة العفاف؟ ختاما، مسألة العفاف هي مسألة لا تخص النساء فقط، إنما هذا موضوع في جوانبه، بعض جوانبه يرتبط بالنساء في بعض جوانبه يرتبط بالرجال. من الخطأ أن نقصر مفهوم العفاف الذي هو من المفاهيم والمبادئ الأخلاقية العالية بجانب دون جانب. نسأل الله سبحانه، ترى هذا جايب لي ورقة مو يقول لي انتهت الوقت، وإنما يقول الجمع هذه الليلة لشؤون المساجد، الجمع هذه الليلة عندكم لشؤون المساجد. هذا الدرهم أو المئة فلس اللي احنا نبخلق به هو له ماذا أثر، والمساجد لها احتياجاتها المتعددة، والحين بعد الأوقاف ماذا ما شاء الله ما مقصرة، أوقافنا قائمة بالدور زايد، هي أوقاف الجعفرية ما مقصرة، تروح لمسجد يقول لهم ترى ما في مكيفات، يقولوا ما عندنا ميزانية، كلينكس صابون يقولوا ما عندنا، لكن كتاب يطبع بأحسن جلادة وبأحسن غلاف ويفرض فرض على مساجدنا، هذا أول مرة نسمعها، أول مرة نسمع بهذا الشيء أن رجل دين يفرض ماذا كتابه فرض، حتى الأخلاقيات الحوزوية ناسيناها، واحد يألف كتاب إلا فرض أنه تخلون ماذا في مساجدكم فرضا. هذا يذكرني بقضية موطأ مالك، أنا بس أختم، مالك لما كتب كتاب الموطأ، وكان مالك علاقته بالسلطة علاقة قوية وتامة ومتناغمة ومنسجمة، راضي عنه وراضي عنه، شي يقولون يمثلون المثال سمن على عسل، مالك والسلطة هالشكل سمن على عسل. هارون الرشيد فرض أنه لا يفتى ولا يخطب ولا يعظ إلا بموطأ مالك، وصار كتاب مالك هو الكتاب الرسمي، القضاة يقضون على وفقه، الخطباء على وفقه، الوعاظ يتكلمون في ضمن ماذا مداره إلى آخره. اليوم هالشكل بعد، على أي حال هي الأوقاف هالشكل، أموال الأوقاف بهذه الطريقة، وبعد ذلك ماذا تطلب منهم مساجدنا كلينكس ما كلينكس، فراش ما فراش، ماكو ميزانية. فعلى أي حال هذا الدرهم والمئة في الفلس والدينار تسهم في تسهيل وقضاء حوائج بيوت الله، ولا شك أن هذه النفقة مخلوفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بهدى محمد وآل محمد، وأن يحقق آمالنا ويفرج عنا ويقضي حوائجنا بحق سيدتنا ومولاتنا عقيلة بن هاشم، سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.